بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا في قراءة متواصلة لكتاب الاستحسان للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وكنا قد استشكل علينا زيادة في بعض النسخ ونقصان في بعض النسخ، فلعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى بها ثم نتم بعد ذلك قراءة الكتاب، لأن زيادة حرف اللام النفي أمس كانت مربكة، لكني بفضل الله عز وجل يعني وجدت حلها في بقية كتب ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيرها. طبعا هي في صفحة 64 في نسختي، حين قلنا في مسألة تخصيص العلة، قال ابن تيمية: وأما أبو الخطاب فيختار تخصيص العلة موافقة لأصحاب أبي حنيفة، فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم، وهؤلاء عندي أنا لا يجيزون، وعندكم في نسخكم النسخة المصورة التي صورتها الرئاسة يجوزون عندي، وهؤلاء لا يجوزون، وعندكم وهؤلاء يجوزون. والصواب أنه يجوزون، وبالإمكان أيضا أن يقال أن نسختي سقط منها حرف يتم الكلام، بمعنى لو قلنا وهؤلاء لا يجوزون تخصيصها إلا بمجرد دليل يدل على التخصيص لتم الكلام، فربما كان هناك حرف ساقط، لأنه لا بد من إضافة إلا في سياق الكلام، في سياق كلامي، في سياق نسختي، حتى يتم المعنى، أو أن يحذف حرف لام، اللام النافية أن تحذف فيتم الكلام. وهذا وجدته في مجموع الفتاوى، نسخة المكتبة الشاملة على وفق نسختي فيها زيادة اللام، لكنها ما أظنها تصح إلا إذا أضفت هؤلاء لا يجوزون تخصيصها إلا بمجرد دليل أو يدل على التخصيص. وهذا السياق بعد قراءته أيضا تبين أني قد وجهته على غير وجهته، فلعلي أيضا أشير أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى صحيح خالف شيخه القاضي، لأن القاضي أبا يعلى يقول ما في شيء اسمه تخصيص علة، تخصيص العلة مرفوض ومردود عند الإمام أحمد، لكن تلميذه أبا الخطاب وافق قبيله، لذلك يقول الشيخ وهو موافقة، لكن نبه الشيخ أن موافقة أبي الخطاب أو قوله بتخصيص العلة بمجرد الدليل، قال: وإن لم يتبين اختصاص صورة النقض فقدان شرط أو وجود مانع، وهذا حقيقته كقول القاضي، لأن هناك فرق بين لأنه قلنا أن القاضي أبا يعلى يرى عدم تخصيص العلة، وأن النصوص التي وردت في تخصيص القياس ونحوها هي من قبيل تخصيص قياس الأصول، أو تخصيص هي من قبيل تقديم خبر الواحد على القياس، أو تقديم خبر الواحد على قياس الأصول، لكن يقول أنها ليس هذا من تخصيص العلة. وأبو الخطاب يقول بل هو تخصيص، لكن نبه الشيخ يقول كلام أبي الخطاب أن التخصيص يكون بمجرد الدليل، حتى وإن لم يتبين اختصاص الصورة التي خصت بفقدان شرط أو وجود مانع، لأنه هذا من شرط شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تخصيص العلة لا بد
وأن يكون هذه الصورة التي خصت قد تبين فيها فرق بينها وبين بين ما خص عنه، لا بد أن يتبين هناك فرق إما لوجود مانع أو فقدان شرط، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فبذلك يكون قد استوى الكلام وتم، ويكون كلام أبي الخطاب نعم قال بتخصيص العلة، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه في تخصيص العلة أنه بمجرد الدليل من غير ملاحظة أن يكون ثمة فرق في صورة التخصيص بينه وبين ما خص منه، وبين ملاحظة هل هناك شرط فقد أو مانع وجد، لأن هذه من شروط الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأيضا نسبها إلى الإمام أحمد، فبذلك يتم الكلام. فالنسخ تعدل على وفقها، إما أن تزيد إلا أو أن تحذف اللام النافية. طيب، لعل الشيخ يبدأ في القراءة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارض النص قياس الأصول، فقالوا يقدم النص، واختلفوا فيما إذا عارض خبر الواحد قياس الأصول كخبر المصرات ونحوه. وأما الأول فمثل حمل العاقلة، فإنهم يقولون فهو خلاف قياس الأصول، وهو ثابت بالنص والإجماع، وهذا يذكره بعض الناس قولا ثالثا في تخصيص العلة. بارك الله فيك. طيب، ما زال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سرد أقوال أهل العلم في تخصيص العلة، لكن أيضا فائدة طيبة وقفت عليها في مجموع الفتاوى، لا بأس أن نذكرها، تتعلق لأن القاضي أبو يعلى يعد من أصحاب الوجوه في المذهب، وقوله معتبر، لذلك حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ينقل كلامه وأن يرد عليه وأن يبين لمقامه في المذهب. لكن في مجموع الفتاوى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القاضي رجع عن قوله في آخر عمره، يقول بعد كلام، قال: والراجح في الجملة قول من يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع، وهذا أقرب إلى المعقول وأشبه بالمنقول، وعلى ذلك تصرفات الصحابة والسلف من أئمة الفقه وغيرهم. ولهذا رجح القاضي أبو يعلى في آخر عمره ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك، إلى القول بتخصيص العلة، وذكر أن أكثر كلام أحمد يدل عليه وهو كما قال في آخر عمره، كأنه تنبه رحمه الله تعالى إلى خطأ ما وقع فيه من عدم القول بتخصيص العلة ورجع عن ذلك، بل ودافع وبين أن أكثر كلام الإمام أحمد يدل على جواز تخصيص العلة، ثم قال ابن تيمية وهو كما قال. وذكرنا التوجيه الذي ذكره ابن تيمية في هذا المقام، وربما يكون هذا المذكور في مجموع الفتاوى ربما يكون بعد أن ألف هذه الرسالة، بمعنى أنه وقف على نصه، ما وقفت على كلام ابن تيمية أن القاضي رجع عن هذا، فلعله يكون وقف بعد ذلك على رجوعه وذكره في مجموع الفتاوى أو نحوه. على كل حال، قلنا أن القاضي أبو يعلى كان لا بد وأن يبين الفرق يعني بين الاستحسان وتخصيص العلة، لأن ظاهر النصوص التي أوردها عن الإمام أحمد وسواء والنصوص التي خرجها الأصحاب تدل في ظاهرها على تخصيص العلة، وبين وذكر أن هذا الوارد عن الإمام أحمد إنما هو من قبيل تقديم النصوص على القياس أو على قياس الأصول، بمعنى أمر عام. قال: أما تخصيص العلة فإنما يرد على دليل خاص، إنما يرد على قياس خاص، ولا يجري إلا في قياس خاص،
وبينهما فرق، وهذا فرق لا يكاد يبين. لذلك سيأتي بعد قليل أن ابن تيمية ألزمه، قال حتى تخصيص، إذا قلنا بتخصيص قياس الأصول أو بتقديم خبر الواحد على قياس الأصول فهو تخصيص علة، في محصله هو تخصيص علة. فلذلك يقول ابن تيمية: وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارض النص أو عارض النص قياس الأصول فقالوا يقدم النص، واختلفوا فيما إذا عارض خبر الواحد قياس الأصول كخبر المصرات ونحوه. وأما الأول مثال معارضة النص مو خبر الواحد، وأما الأول فمثل حمل العاقلة، فإنهم يقولون هو خلاف الأصول أو قياس الأصول. والثاني وهو ثابت بالنص والإجماع، وهذا يذكره بعض الناس قولا ثالثا في تخصيص العلة. ولعلنا أشرنا فيما مضى إلى الفرق بين قياس الأصول، قلنا قياس الأصول هي القواعد العامة المستقاة من الكتاب ومن السنة فيقال هذا قياس الأصول، أما القياس فهو المعروف عند الأصوليين وهو قياس العلة، أصل وفرع وعلة جامعة بينهما. فهذا المذهب، وما وقفت على أحد ذكر هذا المذهب، هذا التفصيل الذي ذكره ابن تيمية، قال هذا قول ثالث أنهم يفرقون يعني في تخصيص العلة بين ما إذا كان المقدم هو النص غير خبر الواحد، النص بمعنى أن يكون من الكتاب، وكذلك ربما أراد بالنص أيضا الخبر المتواتر، لأنه ذكر بعد في مقابله خبر الواحد، فدل ذلك على أن المقصود بالنص إما نص القرآن أو نص السنة المتواترة، نص القرآن. فيفرقون بين إذا كان النص مخالفا لقياس الأصول فحينئذ يقدمون النص لأنه أقوى في دلالته، بينما إذا كان خبر الواحد هو المخالف لقياس الأصول. والأول مثاله واختلفوا فيما إذا عارض خبر الواحد قياس الأصول كخبر مصرات، وهو حديث لا تصروا، الصحيح تصروا الصواب أو الأصوب، جاءت بتصروا وتصروا على وزن تزكوا، لا تصروا الغنم بمعنى أن يحبس اللبن في ضرعها إذا أراد أن يبيعها لأن فيها غرر وفيها غش فيأتي فاشري. قال فالمبتاع بين خيارين: أن يمسكها إذا تبين له أن هذه أنها ليست ذات لبن، فالمشتري بين أمرين: إما أن يعيدها أو أن يعيد معها صاعا من تمر، هذا نص الحديث. قالوا هذا خبر أحد يخالف قياس الأصول. كيف قياس الأصول؟ قالوا قواعد الشريعة المستقاة من القرآن والسنة أن الضمان المثل يكون بمثله، فإن لم يكن ثمة مثله فبيش؟ فبقيمته. لذلك اللبن إما أن يرجع له لبنا الذي استهلكه أو الذي أخذه، أو يقدر قيمة اللبن الذي أخذه من ضرع هذه الشاة كم قيمته؟ 20-30 ريال، أعطيه 20-30 ريال وبهذا، لكن مقابله صاعا من تمر، فهذا خلاف قياس الأصول، ويضرب وهو مثل مشهور معروف في كتب الأصول. وأما الأول وهو مخالفة النص مو خبر الواحد، النص لقياس الأصول، فمثل حمل العاقلة وهي التي تؤدي أو تحمل عن القاتل الدية، فإن القاتل إذا حمل الدية وزعت الدية على عاقلته، على أقربائه. فلذلك قالوا وأما الأول فمثل حمل العاقلة، فإنهم يقولون هو على خلاف القياس. ليش على خلاف القياس؟ إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو الذي تحمل، فما شأن عاقلتي؟ لكن هكذا النص، القياس أن القاتل هو الذي يتحمل وزر ما صنع وما فعل، فإن ألزم بالدية فهو الذي يدفعها،
لكن قالوا توزيعها على العاقلة هذا خلاف القياس، لكن ترك هذا القياس للنص، ترك هذا القياس للنص والإجماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى في وقضى دية المرأة في دية المرأة على عاقلتها، وهذا الحديث في الصحيح. لكن الشاهد، وهذه أيضا فائدة فيما أعلم ما وجدتها في كتب الأصول، هذا مذهب ثالث، أنهم يفرقون بين النص إذا خالف قياس الأصول، وبين خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول في تخصيص العلة، فكأن الأول كان يمنعون منه تخصيص العلة، والثاني أي في خبر الواحد يجيزون تخصيص العلة. ثم ذكر القول الرابع والمذهب الرابع. نعم. ويذكرون قولا رابعا وهو أنه يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة، وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد وأبي الطيب والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم، يقولون إذا خصت المنصوصة تبينا أنها نقض العلة، وإلا فلا يجوز تخصيصها بحال. وهذا النزاع إنما هو في علة قام على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة، وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يعلم خلوه عن التأثير والسلامة عن المفسدات فهذه تبطل بالتخصيص باتفاقهم، وأما الطرد المحض الذي يعلم خلوه عن المعاني المعتبرة فذاك لا يحتج به عند أحد من العلماء المعتبرين، وإنما النزاع في الطرد الشبهي كالمجوزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف الأربعة لا سيما قدماء أصحاب الشافعي، فإنها كثيرة في حججهم أكثر من غيرهم. طيب، بارك الله فيك. طبعا هذا قول الرابع في تخصيص العلة، وهو أنه يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة، يجوز تخصيص المنصوصة دون المستنبطة، وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد وأبي الطيب والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم، يقولون إذا خصت المنصوصة تبينا أنها نقض العلة، وإلا فلا يجوز تخصيصها بحال. وهناك قول يقلب بمعنى أنه يجوز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة، لكن هذا قول، وكأن أصحاب هذا القول قالوا إذا كانت منصوصة فنجريها مجرى عموم الألفاظ، فكما أن الكتاب يخصص ألفاظه السنة، والسنة والكتاب كلها وحي من الله عز وجل، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي، فكذلك في العلة المنصوصة، فإذا كانت علة منصوصة نجريها مجرى الألفاظ العموم، فكذلك يجوز أن يخصص العلة المستنبطة أيضا نص آخر، وكأنهم أجروه هذا المجرى. لكن يقول وغيرهم يقولون إذا خصت المنصوصة تبينا أنها نقض العلة، وإلا فلا يجوز تخصيصها بحال. ثم بين الشيخ تقي الدين موضع النزاع في هذا الكلام الآتي، أين موضع النزاع؟ فقال وهذا النزاع إنما هو في علة قام على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة. لذلك بدأنا الآن نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية أول ما بدأ حين قال تخصيص العلة ونقل عن الرازي وأبي الحسين البصري وغيره، قال وهو كما قال، وهذا هو الصواب. لكن ذكرنا آنفا أن لابن تيمية قيود على تخصيص هذه العلة، وبدأ في ذكرها. قال وهذا النزاع إنما هو في علة قام على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة. والتأثير بمعنى لا بد وأن تكون العلة مؤثرة، لذلك من قوادح العلة أن يبين القادح أو الناقض أن هذه العلة مؤثرة
غير مؤثرة، فلبعض ذلك لا بد وأن يكون الوصف مؤثرا، وكذلك أن تكون العلة مناسبة، لا بد وأن يكون بينها وبين الحكم مناسبة، مناسبة ظاهرة واضحة كالإسكار في الخمر. فإننا إذا قلنا حرمت الخمر لأنها تذهب العقل وتسكر، تبين أنها هنا مناسبة واضحة بين التحريم وبين هذه العلة، فإذا لا بد أن يكون مؤثرا ومناسبا. قال: وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يعلم خلوه عن التأثير والسلامة من المفسدات، فهذه تبطل بالتخصيص باتفاقهم. ويقصد، ولا بأس أن نورد مقدمة نذكر بها الإخوان، طبعا الطرد هذا مصطلح أصولي يأتي في باب القياس بمعنيين: معنى مذموم مرذول مردود، ويسمى القياس الطردي، ما يقبله الأصول، يقولون هذا قياس طردي. كيف يعني؟ بمعنى أن يأتي بوصف لا أثر له البت في الحكم. والمثال المشهور المعروف حين جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، قالوا جاء خائفا ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. هذا نص الرواية. كونه أعرابي هل هذا يؤثر في الحكم؟ لا أثر له في الحكم. فإذا قال نقول هذا وصف طردي. كونه ثائر الرأس هذا له أثر في الحكم؟ لا أثر له. فقال هذا فلي ويلحق به الطول والقصر ونحوها، نقول هذه كلها أوصاف طردية ويسمى قياس الطرد، وهذا مذموم مردود. والطرد الآخر الذي ذكرناه مرارا وهو فيما يذكر في مسالك العلة، وهو أن يكون الوصف مضطردا، بمعنى كلما وجدت العلة وجد الحكم، وهذا المقصود، كلما وجدت العلة وجد الحكم، فمن شرط القياس أن يكون مضطردا. فلذلك يرد، لكنه أرادها هنا رحمه الله تعالى بما يسمى بالطرد الشبهي أو بقياس الشبهي، يسمى الطرد الشبهي ويسمى قياس الشبه. ليه سموا ذلك؟ قالوا لأنه يعني إذا نظرت له فهو قريب من القياس الطرد المحض الذي سيأتي ذكره. احنا الذي ذكرناه ثائر الرأس، أعرابي ثائر الرأس، هذا يسمى طرد محض. فلذلك أما قياس الشبه، وذكر الشيخ الأمين الشنقيطي قال هذه من أدق ومن أصعب الأمور، من أصعب مسالك العلة هو قياس الشبه أن تثبته. قال لأنه له شبه بقياس الطرد المحض، لأن العلة ما يعني المناسبة غير واضحة، وأيضا له صلة بالمناسب، يعني هو بين أمرين، لذلك يسمى قياس الشبه، يشتبه على الناظر هل تلحقه بالطرد المحض أو تلحقه بقياس الطرد، بمعنى أو بقياس المناسبة، بمعنى بينه وبين الحكم مناسبة. ويضربون له مثلا بقياس الشبه، قالوا مثل العبد، العبد إذا نظرت إليه هل هو يعني إذا نظرت إليه من حيث المالية فهو مال، لأنه يباع ويشترى ويوهب، وإذا نظرت له من حيث الإنسانية فهو أيضا إنسان يتزوج ويطلق ويحاسب ويعاقب. لذلك يختلف أهل العلم في إلحاقه بأي، بالمالية أو بغيره. على كل حال، الشيخ هنا يقول هذا هو موضع النزاع. قال: وأما الطرد المحض الذي ضربنا له مثالا قبل قليل، الذي يعلم خلوه عن المعاني المعتبرة، فذلك لا يحتج به عند أحد من العلماء المعتبرين. كيف يعني معتبرين؟ لأن هناك قول شاذ أن حتى هذا القياس الطردي بمعنى لها أثر في الحكم، طول القصر ونحوه، لكن قال يعني أهل العلم المعتبرين أسقطوا هذه الأوصاف الطردية ولم يعتبروها البتة. قال: وإنما النزاع في الطرد الشبهي، وهو قياس الشبه،
كالمجوزات الشبهية التي يحتج بها كثير من الطوائف الأربعة لا سيما قدماء الشافعي أصحاب الشافعي، فإنها كثيرة في حججهم أكثر من غيرهم، وهو القياس الذي يعني مثل العبد إلى أي الأصلين نلحقه إلى هذا الأصل أو إلى هذا الأصل. لأن إذا نظرت يعني من حيث المالية فهو يشبه المال، وإذا نظرت من حيث الإنسانية فهو أيضا يشبه الإنسان. فلذلك قال أكثر الناس عملا بقياس الشبه أو بالطرد الشبهي هم أصحاب الشافعي لا سيما قدماؤهم. هذا الذي أورده الشيخ ها هنا هو تحرير موضع النزاع بين أهل العلم في تخصيص العلة. ثم سيأتي في الكلام القادم الترجيح الذي يراه الشيخ في هذا المقام. نعم. والتحقيق في هذا الباب أن العلة تقال على العلة التامة وهي المستلزمة لمعلولها، فهذه متى انتقضت بطلت بالاتفاق، وتقال على العلة المقتضية أولا وتسمى المؤثرة، ويسمى السبب دالا ودليل العلة ونحو ذلك ودليل العلة ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق فيه بين صورة النقد وغيرها من الصور لم تفسد. ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة النزاع في معنى صورة النقد ألحقت بها، وإن كانت في صورة معنى صورة الأصل ألحقت بها. بارك الله. طيب. قال والتحقيق، هذا هو الترجيح يعني في الخلاف بين أهل العلم العلمي فيه. قال والتحقيق في هذا الباب أن العلة تقال على العلة التامة. ولا بأس أن نذكر إخواننا الطلاب وأبنائنا الطلاب بمسألة بالفرق بين العلة التامة والعلة المقتضية، أو تسمى بالعلة الموجبة والعلة المقتضية. وهذه تذكر فين في أبواب الأصول اللي درس الأصول؟ لا، يعني الفرق بينها يذكر في باب القياس، لكنها تذكر في باب الحكم الوضعي، في باب الحكم الوضعي حين يفرقون بين السبب والمانع والشرط، وتذكرها هنا العلة الشرعية وتلحق ويبين الفرق بينها وبين العلة العقلية. العلة هناك علة تامة موجبة، بمعنى إذا وجدت لا بد وأن يوجد الحكم معها لا محالة، وهذا تعبير ابن قدامة وغيره، يقول بمعنى أن يوجد الحكم لا محالة، وذلك إذا اكتملت العلة بشروطها وأركانها ومقتضياتها فإن الحكم لا بد وأن يوجد لا محالة، فلذلك تسمى العلة التامة. أما العلة الموجبة فهي وبإمكانك أن تقول هي علة ناقصة أو جزء علة وليست كاملة. نضرب مثلا على ذلك، عندي الآن 2000 ريال هذه لا زكاة فيها، ثم أعطاني أحدهم 2000 أخرى اليوم، فأصبح المال عندي 4000 ريال. نقول علة وجوب الزكاة قد تعلقت بهذا المال. ليش؟ خلاص، لأنه بلغ نصابا، بلغ نصابا. لكن هل هذه علة كاملة؟ لأنه في شروط، شروطها مضي الحول، لا بد أن تنتفي الموانع، في موانع ربما بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 3 أشهر أستدين مالا أكثر من هذا المال، أستدين 3000 4000. فلذلك هذه تسمى علة مقتضية، بمعنى بلوغ المال نصاب هي علة مقتضية للحكم، لكنها جزء علة، هي جزء علة، فلا تثبت إلا إذا اكتملت هذه العلة، وذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع. وفرق الشيخ هاهنا فقال العلة تقال على العلة التامة وهي التي تستلزم معلولها أو حكمها، وعرفها ابن قدامة وقال وهي التي توجب الحكم لا محالة، لا بد أن يكون الحكم معها،
قال هذه هي التي لا يجوز تخصيصها، وإذا خصصها أحد انتقضت العلة التامة. إذا تمت هذه التي لا نقال لا يجوز تخصيص العلة، ومن خصصها فإنها تنتقض عليه. قال وتقال كذلك على العلة المقتضية أولا، وفي نفسي من كلمة أولا شيء، ولا أظنها إذا وجدت في يعني طبعا قراءة كلام الشيخ صعب، ربما يكون المحقق قرأها على غير وجهها، هذا احتمال، أو أن يكون سبق قلم من الشيخ، لأننا هي المقتضية إما أن يقال لمعلولها أو لحكمها. أما أولا لا معنى له، تقول يعني رجحت من عندك، أقول لا، لكن إذا رجعت إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى ونحوها، أي حين يقسم هذه العلل يقسم، وكذلك الأصوليون حين يقسمون يقولون العلة التامة هي العلة الموجبة أو التي تستلزم معلولها لا محالة، والعلة المقتضية لحكمها أو لمعلولها. فلذلك أولا يعني لا أظن أن هذه الكلمة تصح. ثم يعني أولا عليه يعني حتى إذا أردت أن تصرف أو أن تحاول أن تجد لهذه العبارة مخرجا ما وجدت لها. أولا هل هناك أولا وثانيا؟ ما يستقيم الكلام. فلذلك يعني نقول في هذا الموضع إما أن يكون يعني سبق قلم من المؤلف الشيخ ابن تيمية، أو أن يكون يعني المحقق وذكر صعوبات يعني القراءة، حتى أنه يعني حفظه الله ورعاه الشيخ عزيز شمس يقول كنت بعض العبارات أضطر إلى أن أعود إلى بقية كتبه حتى أعرف السياق. كلمة ما تقرأ، كلمة لا تقرأ، فربما هذه أيضا منها، لكن أولا ما وجدت لها يعني موضعا في هذا المكان. قال وتسمى المؤثرة، المقتضية للحكم هي المؤثرة، مثل بلوغ المال النصاب هي مؤثرة، يعني الآن الفين التي كانت بيدي لا زكاة فيها، فلما بلغت أربعا أثرت في الحكم فأوجبت فيها الزكاة، لكنها علة غير تامة، ما هي تامة، لأنه لا بد من توفر الشرط وانتفاء المانع، توفر الشرط بمعنى لا بد من مضي الحول وانتفاء المانع بمعنى في هذه السنة حتى يمضي الحول ما أستدين أو أتسلف مبلغا يوازي هذا المبلغ أو مبلغا ينقصه يعني عن مبلغ النصاب. وكذلك ربما يقال أيضا المحل والأهل، يعني ربما أموت بعد شهرين ثلاثة أشهر، فأيضا يعني حينئذ لا يقال أن في هذا المال زكاة، لأن المال هذا سينتقل إلى ورث. على كل ما يهمني أن تتصور الفرق بين العلة التامة والعلة المقتضية، وبإمكانك أن تقول العلة الناقصة، لكن الأصوب المقتضية، هي المقتضية لحكمها، لكنها تحتاج إلى توفر شرط وانتفاء مانع. إذن هذه قيود مهمة عشان نعرف مذهب الشيخ يا أحبابنا. قال فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور لم تفسد، وهذا شرط ثالث. أولاها لابد أن يكون توفر الشرط وانتفاء المانع، وهذا الذي ذكره حين بيّن أن مذهب أبي الخطاب ما راعى هذا. ثم الشرط الثالث والقيد الثالث، قال هذه الصورة التي خصصتها من أصل القياس لابد وأن يكون بينها وبين ما خص منه فرق، لأن هذا مقتضيات الشريعة، أن تفرق بين المتفرقات وأن تجمع بين المتماثلات، وهذه كثيرا ما كان يلهج بها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك الشريعة ما جاءت إلا بالتسوية في الحكم بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، فلذلك ما يوجد شيء اسمه خلاف القياس، وإذا وجدت ابحث عن خطأ إما في قياسك أو خطأ في النص أو الأثر، إما أن يكون ضعيفا
أو سقيما أو نحوه. قال ثم إذا كانت، إذن فلا بد أيضا الصورة التي خصصناها أن يكون بينها وبين ما خص منه فرق مؤثر، وهذا يتبين أيضا عن طريق مسالك العلة. ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة النزاع في معنى صورة النقض ألحقت بها، وإن كانت في معنى صورة الأصل ألحقت بها. فنرى هل هي بينها فرق، خلاص أجرينا التخصيص، وإن لم تكن بينها وبين الصورة التي انتزعت منها فرق ألحقناها بالأصل وانتفى حينئذ التخصيص. نعم. فمن قال إن العلة لا يجوز تخصيصها مطلقا لا لفوات شرط ولا لوجود مانع فهذا مخطئ قطعا، وقوله مخالف لإجماع السلف كلهم الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم كلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنى يوجب الفرق، وكلامهم في ذلك أكثر من أن يحصر، وهذا معنى قول من قال تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. تذكروا مذكر سابقا قال يعني وقيل أن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا توجيه. لذلك قطع الشيخ ها هنا الكلام، قطع بمعنى جزم، قال من يقول إن العلة لا يجوز تخصيصها مطلقا هكذا، سواء كان لفوات شرط وإلا لوجود مانع، فهذا مخطئ قطعا، لأن هذه الاعتبارات لا بد أن تأخذها. وقوله الذي يقول ذلك بمنع تخصيص العلة على الإطلاق من غير مراعاة لفوات شرط أو وجود مانع، قال هذا القول مخالف لإجماع السلف كلهم الأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم كلهم يقولون بتخصيص العلة لمعنى يوجب الفرق. وكثيرا ما يلهج وسيأتي، لا بد وأن يكون لمعنى هذا الذي خص من أصل القياس، لا بد وأن يكون ثمة معنى من أجله فرق بينه وبين أصل الحكم. إذن ثلاثة قيود: الشرط، فوات الشرط، وجود المانع، والثالث أن يوجد فرق، وكلامهم في ذلك أكثر من أن يحصر، وهذا معنى قول من قال ما سبق في النقل تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. بالاستقراء بتتبع مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بتتبع نصوصهم وأقوالهم وجد أنهم يقولون بتخصيص العلة لا محالة، لكن بهذه القيود. نعم. والقول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن إلا مع القول بتخصيص العلة، وما ذكروه من اعتراض النص على قياس الوصول فهو أحد أنواع تخصيص العلة، وهذا تسليم منهم لكون العلة تقبل التخصيص في الجملة. وأما من جوز تخصيص العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها، فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره. بارك الله فيك. طيب. قال والقول، وهذا إلزام يسمى في طرائق الجدل الإلزام، بمعنى أن يلزمه. أنت حين تقول أنا أقدم الأثر على عموم القياس، على عموم هذا القياس، هي مغالطة في الكلام، وإلا إن أنت قد خصصت، هذا لا محالة يلزمك أنك قد خصصت هذا عموم القياس بالأثر. تقول أنا لا والله قدمت، أقول لك هو تخصيص، لأن القياس ها هنا يدل على عموم العلة، هذا عام. فإذا جئت في هذه الصورة قلت لا والله أنا أقدم هذا الأثر أو فعل الصحابي أو هذا الدليل القوي فأخصص أو أنتزع هذه الصورة، أقول لك هذا يعني في محصله تخصيص، وإن سميته يعني تقديم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف، فإن هذه عبارة لا طائل من ورائها. لذلك يقول الشيخ هنا والقول بالاستحسان المخالف للقياس لا يمكن
إلا مع القول بتخصيص العلة، لا يمكن. لذلك على يعني المثال الذي ضرب سابقا في مسألة القرعة، أنت القرعة يعني تخصيصها بالأثر بالحديث، إذا قلت أنا والله خصصتها من هذا العموم من عموم القمار، لأن أنواع القمار كثيرة ولا لا، فإذا خصصت هذه وقلت لا والله أنا أقدم الأثر من أجل الحديث قلت بالقرعة واستثنيتها من عموم تحريم القمار، وصور القمار كثيرة، أقول لك ترى هذا تخصيص، تبي تسميه تقديم سميه تقديم، لكن يلزمك لأنك اختيارك صورة أو صورتين من مجموع صور كثيرة هو في محصله تخصيص، وإن تلافيت أنت تحاول تلعب بالألفاظ تبتعد عن لفظ التخصيص، تقول له والله هذا قياس أصول وتقديم الخبر ونحن، أقول لك هو في محصلته هو في محصلته تخصيص، لذلك ألزم. قال: وما ذكروه من اعتراض النص على قياس الأصول فهو أيضا أو فهو أحد أنواع تخصيص العلة، وهذا تسليم أو يلزمهم إن صح تسليم منهم لكون العلة تقبل التخصيص في الجملة، وكأن هذا الكلام إلزام لهم. قال: وأما من جوز تخصيص العلة بمجرد دليل، وهذه ذكرها ابن تيمية في الفتاوى على أوضح من ذلك، يعني أورد كلمة قال: يجرونها مجرى تخصيص عموم الألفاظ. فرق، ها؟ احنا عندنا عموم الألفاظ تخصصه إذا ورد حديث خلاص انتهينا، تخصص هذا عموم الكتاب عموم السنة تخصصه بمجرد اللفظ. قال بعضهم: يجري تخصيص العلة مجرى تخصيص الألفاظ، هذا خطأ، وهذا الذي أشار إليه قبل قليل إلى أبي الخطاب، قال بمجرد أن يأتي دليل لكن من غير أن ينظر إلى وجود الشروط أو انتفاء الموانع أو ما ذكره. قال: وأما من جوز تخصيص العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة التخصيص وغيرها، هذا موضع النزاع، هذا الذي ننازعهم فيه نختلف معهم فيه، فإنهم إذا خصصوا على الإطلاق بمجرد اللفظ، لا ينظرون إلى هذه الصورة التي خصصت هل ثمة فرق بين وبين ما خص منه. قال: هذا موضع النزاع والذي نلومهم فيه ونعتب عليهم فيه ونرد عليه. قال: فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره. نعم. ثم هذه العلة إن كانت مستنبطة وخصت بنص ولم يبين الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعف ما يكون، وهذا هو الذي كان ينكره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وكلام أحمد فيما تقدم أراد به هذا، فإن العلة المبينة لم تعلم صحتها إلا بالرأي، فإذا عارضها النص كان مبطلاً لها، والنص إذا عارض العلة دل على فسادها، كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده بالإجماع. قال: ثم هذه العلة إذا كانت مستنبطة وخصت بنص، ثم جاء نص فخصص، والمستنبطة يعني غير العلة المنصوصة، المستنبطة بمعنى أن يعمل المجتهد أو الفقيه في هذا النص فيستنبط ويستخرج منها ما يظن أو ما يغلب على ظنه أنها علة، وضربنا مثلا بحديث تحريم الأشياء الستة: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر إلى آخره، لذلك اختلفوا. ما في العلة ليست منصوصة، لأن العلة قد ينص عليها الشارع، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، نص صلى الله عليه وسلم
لما كان سؤر الهرة طاهرا، أي لعابها طاهر. قال فإنها من الطوافين عليكم والطواف. هذه علة مستنبطة، كفانا النبي صلى الله عليه وسلم تعب الاستنباط. لكن في الأشياء الستة لحكمة أرادها صلى الله عليه وسلم ما ذكر. فلذلك قالوا طيب هل لا تبيع البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا هل العلة هي الطعم بمعنى لأنها مطعومات فيطرد هذا التحريم، تحريم الربوي في كل مطعوم فيدخل فيها الفاكهة التفاح والبرتقال والعنب ونحوه، أم أن المقصود به المكيل؟ يختلفون. هذا المقصود. قال ثم هذه العلة إذا كانت مستنبضة وخصت بنص، طيب تقول والله ورد نص خلاص أنا أخصصه، قال تنبه ولم يبين الفرق المعنوي بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعف ما يكون. لا بد أن يتبين صورة التخصيص، وإلا كانت هذه العلة موضع نظر، هذه العلة موضع نظر. إذا لم يكن ثمة فرق بينها وبين الصور التي خصت منها كان هذا موضع نظر. قال وهذا الذي كان ينكره كثيرا الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. والأمثلة التي ساقها المصنف في أول الكتاب وأوردها في ذلك الموضع يبين ذلك. في مسألة صيام العشر في المضحي، قياس المضحي على المهدي أو قياس المهدي على المضحي، قال فإن هذا الذي كان ينكره الإمام أحمد والإمام الشافعي. قال وكلام أحمد فيما تقدم وما أوردناه أراد به هذا، فإن العلة المبينة لم تعلم صحتها إلا بالرأي، فإذا عارضها النص كان مبطلا لها. قاعدة طيبة، تأملها. أنت إذا استنبطت علة باجتهادك ثم وجدت نصا، وقلنا أن من شرط العلة اضطرادها عمومها، لابد أن تكون عامة تضطرد، لكن جاءت نصوص خصت هذه العلة، وحين خصت هذه العلة ما تبين لك فرق بين ما خص وبين بقية الصور التي بقيت تحت عموم هذا القياس أو عموم هذه العلة. إذا ما تبين الفرق معنى ذلك أن استنباطك فيه شيء، أن استنباطك فيه شيء. وهذا النص إذا جاء فخصصها معنى ذلك أن علتك المستنبطة منقوضة فاسدة. ابحث عن علة، يعني كما يقال دور لك على علة أخرى، هذه ما هي علة، هذه ليست علة. وإلا لم ترد الشريعة بنقض بعض صورها، اللهم إلا إذا وجدت فرقا. إيه نعم جاءت، لكن هناك فرق. أيوة الشريعة لما خصت هذه العلة هناك فرق بين ما خص وبين بقية الصور التي بقيت تحت عموم هذه العلة، فحينئذ يقبل. قال وهذا الذي كان ينكره الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى على بعض أقيسة أصحاب أبي حنيفة. قال والنص إذا عارض العلة دل على فسادها، كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده بالإجماع. نعم. وأما إذا كانت العلة منصوصة وقد جاء نص بتخصيص بعض صور العلة فهذا مما لا ينكره أحمد بل ولا الشافعي وغيرهما، كما إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى لكن بينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم فهؤلاء يقرون النصوص ولا يقيسون منصوصا على منصوص يخالف حكمه، بل هذا من جنس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا هو الذي قال أحمد فيه أنا أذهب إلى كل حديث كما جاء ولا أقيس عليه، أي لا أقيس عليه صورة الحديث الآخر
فأجعل الأحاديث متناقضة وأدفع بعضها ببعض، بل أستعملها كلها. ولاحظوا يا أحبابنا، وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يكرر الكلام، لكنه سبحان الله وإن كرر الكلام يأتي في موضعه، بمعنى ما تشعر أن هذا الكلام، طبعا الكلام إذا كرر ربما النفس يعني تمجه، لكن ابن تيمية يأتي به في موضعه، وهذا كثير في كلامه يكرره ويؤكده، وإلا فهذا الكلام قد سبق وأن ذكره. الآن العلة المستنبطة، وهذا أيضا قيد بإمكانك أن تضيفه في مسألة تخصيص العلة، أنه رحمه الله تعالى يفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة. العلة المستنبطة إذا جاء نص يخصصها، انت بين أمرين، إما أن يتبين لك فرق بين صورة التخصيص وبين عموم الصور التي بقيت تحت القياس على العين والرأس، يقبل هذا التخصيص. إذا لم يكن ثمة فرق، إذا لم يكن ثمة فرق، فمعنى ذلك أن هذه أن تعليلك فيه شب فيه أن تعليلك فيه خطأ، وهذا التخصيص الذي ورد بالنص منقض ناقض ناقض لعموم العلة أو لعلتك التي استنبطتها. هذا فيما يتعلق بالعلة المستنبطة. طيب العلة المنصوصة، كلامه في العلة المنصوصة يجري فيما ظهر لي، يجري مجرى تعليل مجرى تخصيص عموم الألفاظ، لأن إذا قلنا نص هو من عند الله عز وجل، من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنها ألفاظ، إذا قلنا هي علة، هي علة منصوصة، بمعنى نص عليها تكلم بها الله عز وجل أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ مجرى أو حكم الألفاظ. فقال إذا كانت العلة منصوصة وجاء نص بتخصيص بعض صور العلة، فهذا مما لا ينكره أحمد، وكأنه يلحقه بتخصيص عموم الألفاظ، وهو إذا نظرت له ترى لفظ، لأن إذا قلنا علة منصوصة تأخذ حكم الألفاظ، قال هذا لا ينكر الإمام أحمد، بل ولا الشافعي وغيرهما، كما إذا جاء نص في صورة ونص يخالفه في صورة أخرى لكن بينهما شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم، فهؤلاء يقرون النصوص ولا يقيسون منصوصا على منصوص يخالف حكمه. والأمثلة التي أوردناها في أول لقائنا كافية في هذا المجال، في مسألة المهدي أو المضحي، الإمام أحمد ما قاس أحد النصين على الآخر، إنما أجرى ذلك الأخذ من الظفر، عدم الأخذ من الظفر والشعر في حق المضحي، أما المهدي فيحل له كل شيء، ما قاس أحدهما على الآخر، وكرر رحمه الله تعالى ما سبق وأن ذكره، ولو كان يلهج بها كثيرا قال بل هذا من جنس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، يقيسون البيع على الربا، وهذا هو الذي قال الإمام أحمد فيه أنا أذهب إلى كل حديث كما جاء ولا أقيس عليه، وهذه ذكرناها أيضا، أي لا أقيس عليه صورة الحديث الآخر، فأجعل الأحاديث متناقضة وأدفع بعضها ببعض بل أستعملها كلها، وهذه أيضا ذكرناها فيما مضى. نعم. والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون الصورتان سواء لا فرق بينهما، فيكون أحد النصين ناسخا للآخر، ومثل هذا كثيرا ما يتنازع فيه فقهاء الحديث، ومن ينازعه ممن يقيس منصوصا على منصوص ويجعل أحد النصين منسوخا لمخالفته قياس النص الآخر في طي هذا القياس. والأمثلة السابقة التي يعني نقلها المصنف يعني في قياس في مسألة الصلاة وراء الإمام، إذا صلى النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أنه صلى جالسا ومن خلفه قياما، لكن الإمام أحمد ما قاس أحد الصورتين على الأخرى،
بل أعمل هذا الحديث وأعمل هذا الحديث في مسألة المضحي والمهدي، كذلك أعمل هذا الحديث وأعمل هذا الحديث. قال: والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون الصورتان سواء لا فرق بينهما، فيكون أحد النصين ناسخا للآخر. مسألة الصلاة، قال هذه الصورة مثل هذه الصورة فيتعارض، فإذا أنظر إلى المتأخر فأحكم عليه بأنه ناسخ له، فقضى من قضى في مسألة الصلاة خلف الإمام واقفا بأن هذا آخر فعله صلى الله عليه وسلم، فحكم على ذلك بالصلاة. قال: ومثل هذا كثيرا ما يتنازع فيه فقهاء الحديث، ومن ينازعهم ممن يقيس منصوصا على منصوص ويجعل أحد النصين منسوخا لمخالفته قياس النص الآخر في طي هذا القياس. وإلا الأصل أن يعمل كل الأحاديث، لكنهم يتنازعون في هذه المواضع. وقلنا أن الشيخ في هذا المقام ربما يريدها مورد الإلزام، وإلا في مسألة الصلاة ذكرنا أن مذهب الشافعية لم يكن قياس صورة على صورة، إنما كان لأن هذا الفعل كان مقيدا، بمعنى أن راوي الحديث روى أنه كان آخر فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويبقى الأمر دائرا على هل دل الشرع على التسوية بين الصورتين حتى يجعل حكمهما سواء، ويجعل الحكم الوارد في إحداهما منسوخا بالحكم المضاد له الوارد في الأخرى، كما يقوله من يجعل القرعة منسوخة بآية الميسر، وأمر المأمومين بأن يتبعوا الإمام، فإذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين، منسوخا بدوام قيامهم في الصلاة التي صلوا بعضها خلف إمام قائم وباقيها خلف إمام قاعد، ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخا بالآخر، ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخا إذا سلموا أنه قطعها لذلك، منسوخا بقوله ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع، ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال، ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخا بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويجعلون تقضية ما شرطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين المشركين في الهدنة منسوخا بقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وكثير مما يدعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ، فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره أحمد وغيره. بمعنى إعمال الحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ما تجعل الحديثين أو النصين متعارضين بأن تقيس صورة على صورة، فإذا قست صورة وقلت واللهما متماثلتان ويلزم من تماثلهما تماثل الحكم، فحينئذ أنظر إلى المتأخر والمتقدم وأجعل أحدهما ناسخا للمتقدم. وضرب الشيخ هنا بالأمثلة السابقة التي أوردها، ثم أورد أيضا أمثلة ما ذكرها سابقا بدأ فيها كذلك، قال: ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخا إذا سلموا أنه قطعها لذلك، عفوا، ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخا إذا سلموا أنه قطعها لذلك لكونه سارق، يجعلونه منسوخا. العارية إذا استعار منك، يستعير منك ثم يجحد، يقول أنا والله ما أخذت منك. فبعض أهل العلم يجعلونه في حكم السارق. قال: ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخا إذا سلموا، يعني بعضهم يجعله في حكم السارق أنه قطعها لذلك منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع، ويجعلون العقوبة المالية
منسوخة بالنهي عن إضاعة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه ثبت أنه عاقب بتحريق متاع الغال، من غل في غنيمة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتحريق ما غله، فهذه عقوبة مالية. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر أن تكسر، ما أمر فقط بإهراق ما فيها لكن أن تكسر، وهذه أيضا عقوبة مالية إلى غير ذلك. قال: ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال، ولا يعملون كل النصوص، لأنهم يجعلون هذه الصور كلها على صورة واحدة. ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخا بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثاله: كمن سرق من غير حرز فإنه يعاقب بمضاعفة الغرم. من سرق من غير حرز، فهذه ربما تكون شبهة يدرع عن الحد لكن تضاعف عليه العقوبة. سرق 400 يرد 800، وهذه وارد. قال: ويجعلونه منسوخا بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويجعل تقضية ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين في الهدنة منسوخا بقوله: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا اشترط الإمام في هدنة مع الكفار وغيرهم بعض الشروط، كما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة أن من جاءه مسلما يرده، ومن جاء من المسلمين إليهم فإنهم لا يردونه، وهذه الشروط التي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال أيضا هذه مخالفة لما قال، فيجعلون هذا الحديث الأخير ناسخا له: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. قال: وكثير مما يدعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ، وهذه آفة. يعني ما اكتفوا بأن يجعلوا، كان بإمكانهم أن يعملوا كل الصور على وفق ما جاء في السنة، ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يجعلون هذه الصور كأنها متماثلات، فإذا تماثلت هذه الصور اقتضى ذلك عندهم، واختلف الحكم، اقتضى ذلك أن يبحثوا عن مرجح، وهذا المرجح لا يتأتى إلا بالقول بالنسخ. قال: ما اكتفوا بذلك، بل كثير حين يحكمون بالنسخ، لأنه من شرط النسخ أن يعلم تاريخ الناسخ، هذه من أولى شروطها. قال: ربما تجرأوا على النسخ ولا يعلمون أي النصين هو المتقدم أو المتأخر. نعم. وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، ومراده أنه لا يعارض بهما ما ثبت بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة والمقيدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس، ولا ما لا يستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال. والله هذه فائدة تساوي رحلة، وهذه أيضا كان كثيرا ما يلهج بها ابن تيمية. يقول يعني الكثير من المصنفين ينزل مصطلحات السلف على المصطلحات الحادثة بعد ذلك، لفظ المجمل عند الأصوليين هو ما لا يفهم معناه أو ما تردد بين أكثر من معنى، هذا المعروف. لذلك إذا جاء لفظ المجمل عند المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي أنزل هذا اللفظ وهذا المصطلح على المصطلح الموجود
متأخرا، وهذا خطأ ومزلة أقدام ومزلة أفهام. مثل النسخ، النسخ عند الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر، هذا الذي اصطلح عليه. لكن من الخطأ، كل الخطأ، أن تنزل هذا المصطلح، مصطلح النسخ الذي يرد على لسان السلف كالإمام أحمد والشافعي ونحوه، على المصطلح الحادث، لأنه عندهم أحيانا النسخ بمعنى التخصيص، بمعنى التخصيص. لذلك قال الشيخ هنا: وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: وينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. المجمل يعني يجتنب، يتنبه، بمعنى إذا تكلم فيهما لا يتكلم إلا بعلم ودراية وفقه، مو بمعنى أن تتركه كلية، لكن بمعنى يتحرز فيه. قال الشيخ: ومراده ألا يعارض، أنه لا يعارض أو لا يعارض بهما ما ثبت بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المقيدة. يقول قائل: ما شأن الخاص بالمجمل؟ نبه الشيخ، قال: والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل. فقول الإمام أحمد يتلافى الكلام في المجمل ما قصد به المصطلح المتأخر الموجود عند أهل الفقه وأهل الأصول، بمعنى ما لا يفهم معناه أو المتردد بين. قال: المقصود بالمجمل ها هنا أي العام والمطلق، فلا يعمل بالعام ولا بالمطلق حتى يتأكد أنه لم يأتي ما يخصصه أو يقيده. وهذه أيضا مبنية على قاعدة أخرى: هل يعمل بالعام قبل البحث عن مخصص، أو يعمل بالمقيد بالمطلق قبل البحث عن المخصص؟ لكن الشاهد، هذه فائدة تساوي يا أحبتي رحلة ذكرها ابن تيمية، وربما أعيد ما ذكرت ما نقلته سابقا عن أحد وجوه مذهب الإمام أحمد وهو ابن رجب، يقول: وكثير يقول: ومن دقة كلام أحمد ودقة استنباطاته أن كثيرا من أتباعه من المصنفين يحملون كلامه على غير المراد منه، ثم يحملونه على كلام غيره من الأئمة. يقول الإمام أحمد كلام، ثم يجد أن هذا الكلام يشابه كلام مالك أو الشافعي، فيحمله على مراد الشافعي أو مراد، ويكون للإمام أحمد مراد آخر غير مراد هؤلاء الأئمة. فالشاهد ها هنا، مراد الإمام أحمد ينبغي ألا يتكعني، بمعنى يتحرز، فلا يحكم بالعام ولا بالمطلق حتى يتأكد أنه لم يأتي ما يخصص هذا العام أو يقيد هذا المطلق. قال: والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل. لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس، ولا ما لا يستقل بالدلالة. إنه هذا من تعريف المجمل عند الأصوليين، ما لا يستقل أو ما لا يفهم مراد، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال. الذي لا يفهم معناه ما يحتج به، لكن المراد بالمجمل ها هنا المطلق والعام، ينبغي أن يتحرز الفقيه فلا يجري حكم العام حتى يتأكد أنه لم يأتي ما يخصصه، ولا يجري حكم المطلق حتى يتأكد أنه لم يأتي ما يقيده. نعم. وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها، فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟ جزاك الله. لعلنا نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.